الابتكار وبما يكفل زيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري. شهد وزير البترول والثروة المعدنية والري والموارد المائية مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون تقوم بموجبه وزارة الري بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق. وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا على أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو في منطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي لاستخدامها مرة أخرى في كافة الأنشطة البترولية، وذلك حفاظا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-2023، وخلال اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2023-2024 أعلن المجلس أن إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية تخطى لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها 78% عن العام المالي 2021-2022، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها. أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط تنفيذاً للتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات وصولاً إلى أقل عدد ممكن من المستندات لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقاً لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030. هذا ويسهم القرار في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين من أجل جذب الاستثمار وتوطينه. حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية جلسة اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1,303,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 92% ليصل إلى 19,540 نقطة، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 69% ليبلغ 3,839 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 73% ليبلغ 5,649 نقطة. ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي وليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أسبوع، وذلك قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي في ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية. وصعد اليورو 21% إلى دولار و7 سنت مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند دولار و7 سنت. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيبقى فوق 3% العام القادم في توقعات محدثة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 2%، ما يعزز من فرص وجود زيادات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية.